الله أكبر والنصر للشرطة. الله أكبر والنصر للشرطة. المهيطة يا بلاش بس الشرطة ما تحبسناش. المهيطة يا بلاش بس الشرطة ما تحبسناش. يلا يلا ايه ده؟ معقولة اللي بتقوله ده؟ ده اللي حصل. ايه؟ في ايه يا نزيه؟ تعالي معايا. شفتي؟ صورك انت بس. يا خرب بيتك يا عديلة، هي دي الحملة يا نزيه اللي دفعت فيها دم قلبي؟ مفيش غيره اللي عملها. بخيت. بخيت؟ ضمك لصفو علشان يقضي عليكي نهائيا. ازاي انا ما فكرتش في الحكاية دي؟ بس اطمني، ملحوقة. بخيت. بخيت، عايزك في كلمتين. ايه في يا عديل؟ هنا ما ينفعش، تعالى الكابينة. هكمل دلوقتي، انا تعبان. هستناك في الكابينة وما تتأخرش. كنت عايز ايه؟ اخي الستات دول محدش يعرف مزاجهم ابدا. كنت عايز ايه والنبي؟ خلي بالك انت، بركة فيك يا خمس. خلي بالي وده وقته. يلا اخوانا، يلا الراجل راح يشوف حاله. انتوا خلصتوا الشوارع بتاعتكم ولا ايه؟ العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. يا نهار اسود، خيانه! انقذوا الثوره يا رفاق، اقضوا على الاستعمار والرجعيه والصهيونيه والكوليه. هجوم ورايا. حبكت يعني دلوقتي؟ ثواني واجهز لك يا جميل. ايه ده؟ في حاجه اتكسرت عندك؟ لسه، لكن هتتكسر ان شاء الله. واحد غيره ما ينفع. ايه ده؟ ده انت حالتك صعبة قوي. ثواني هحضرك يا سين. المراية طقت، يلا خدت الشر وراحت. يلا بقى عدول عشان عندنا شغل. ها ايه يا بنت مالك في ايه؟ بقى انا تخليهم يقطعوا صور يا بخيت؟ طب خد وقطعها ليه يا بنت الناس؟ ده انت فات وانا عمال، انا ماليش صالح. ايوه حطلنا، حطلنا ايه؟ اما حطلنا هيحصل يا حبيبتي. ده بعيد عن شنبك يا حبيبي. ربنا فرحانه بشويه على طول تعكس الازيق بتاعي. انت اللي فرحان بشويه السيئه اللي بتقعد معاهم على القهوه. احنا شايبك في السياسه، تفهم ايه؟ انت يا دوبك كفايه عليك تفهم تحط فيشه فيشه بس فريزه. هو ده
خليك في حالك انت يا املا بتاعت المطالعه، ده انت يا دوب كفايه عليك فتحه ونصبه. في ايه؟ فتحه ونصبه؟ اسمع ما اقول لك، انا ما يهمنيش ان اكسب، لكن يهمني ان اجيب اصوات اكتر منك علشان اذلك. اذلك وسط اصحابك. انت لو تجيب اصوات اكتر مني انا ارمي نفسي في البحر. ليه؟ مش مكسوف على دمك وهما مدينك الجردل يا جردل؟ ما تقليش ادبي ككنكة. مين فينا اللي بيقل ادب؟ امشي من هنا، امشي من هنا. امشي منين؟ بتطردني من سراية ابوك؟ امشي اطلع بره، ما تورينيش وشك. بقولك يعني انت اللي وشك اللي عادل، انت وشك يقطع الخميره من البيت يا بنت صندوق. انا اللي وشي يقطع الخميره من البيت يا مهيطل، يا تبن يا ندل يا سافل. بكرهك بكرهك يا بنت. قلت لك انا ماليش صالح بتاع تصور. بكرهك بكرهك، ما تبوسنيش. انا مش عايز ابوسك، انا عايز اقول لك ان في حد من مصلحته ان هو يوقع بينا بيت. حسدونا بخيت. حسدونا؟ سامحني يا حبيبي. انا اللي عايزك تسامحيني. خلاص من بكره انا هتنزل عن دهب. لا اوعى تتنازل، انا اللي هتنازل. انا لا يا بخيت، وراء كل عظيم امراه. لا هو وراء كل رجل. حضرتك احنا من طرف مرشح كبير قوي وعايز اتحالف مع الاستاذ عديله. والله احنا من حيث المبدا ما عندناش مانع، بس مين هو المرشح ده؟ اتفضل معانا وهو هيقابلك بنفسه. قوي قوي، بس على الله يكون الاتفاق مرضي. اتفضل اتفضل. احنا فين بالظبط؟ اتفضل حضرتك. لو سمحتوا انا ما عنديش وقت اضيعه، ثم احنا لينا شروط المرشح اللي هنتحالف معاه.